قصتنا اليوم عن مزارع حداد. والله شكله سباك بصراحة، خربطتوني. عن مين قصة إنسان اليوم؟ المدرسة بيتي الثاني حقيقة، لأني دوامي فيها وساعاتي كثيرة جدا داخل المدرسة. خضر عزازي، مدرس تربية مهنية، خبرة 25 سنة في المدارس الحكومية على بوابة التقاعد. بس واضح إنك بتشتغل شغلات تانية خارج وقت دوامك، يا ترى شو السبب؟ طبيعتي بحب الشغل، بعتبرها مفخرة إلي، الصيانة وأعمال الأشغال المهنية والصناعية. السبب الثاني زيادة الدخل، لأنه الدخل محدود عندنا هنا، راتبي بوصل 400 دينار ومصروفي الشهري بوصل 1000 دينار كأسرة وبيت. أنا كمعلم مهني مطلوب مني تدريس الطلاب ضمن المنهاج بعض التخصصات الزراعية وبعض التخصصات الصناعية، لكن بفضل الله تجاوزنا الحد هذا وانطلقنا إلى إنشاء مشتل ضخم وزراعة الأسطحة. هذه بدها إمكانيات مادية. أنا مليت من البحث عن مصادر تمويل ودعم، ولهذا السبب لجأت لطرق الخاصة. طرقك الخاصة؟ الفكرة تتمثل في استخدام عوائل التدوير، تدوير المعادن مثل الورق والحديد والنحاس، كل هذه المخلفات الصغيرة والكبيرة كلها مصدرها المدرسة عندنا هين، نجمعها ومن ثم نحملها ونبيعها لمراكز شراء هذه المواد واستغلال المردود المادي اللي فيما بعد راح تساعدني في شراء البذور والأدوات الزراعية وغيرها. المي للمدارس مش ببلاش، حسب عليها بالفاتورة. عملية الاستفادة من الماء، مخلفات الماء الناتجة عن عمليات الغسيل والوضوء إلى آخره وتحويلها إلى الحديقة المدرسية، وفرت مبالغ ضخمة. أنا باختصار خلقت نظام اكتفاء ذاتي داخل المدرسة من مياه وكهرباء. طيب قديش الطلاب بيستفيدوا من هذا المشروع؟ إذا كنت بشرح نظري بكونوا في عالم وأنا في عالم ثاني، لكن على أرض الواقع أنا لما بظهر هذا الحكي للطلاب يعني بتختلف وجهة النظر. والله أقنعتنا، بس شو كان دافعك لتعمل كل هذا الإشي؟ الجزء تعبت كثير في الدراسة في البداية، كعملية الحفظ والدراسة، وهذا شغلة مملة بالنسبة لي. يعني لو أني خرجت للعمل وانطلقت بتشوفي مني وضع أفضل من هيك. عملي بأخذ ساعات طويلة، لكن رغبتي شديدة بالعودة للبيت، أحب أقعد مع الصغار ومع رؤوف. والله بنبسط لما بلتقي أحد طلابي اللي درستهم بيقول لي الله يجزيك الخير يا أستاذ، يعني استفدنا أفدتنا، ترتفع معنوياتي إلى 100%. طموحات كثيرة عندي، يعني حققت منها جزء يسير الحمد لله رب العالمين. أمل إنه بعد التقاعد تتحسن الأمور وبحقق إن شاء الله. عايزين تشوفوا قصة زيادة من قصة إنسان، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات، ولو عجبتكم القصة دي شاركوها مع أصحابكم، ولو عندكم قصة عايزين تشوفوها على قناتنا اكتبوها لنا في التعليقات.